تفكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان رمضان. صباح الخير يا صحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة جالكم من مكان كلنا بنحبه، مكان فيه مرح وسعادة وحيوية، مكان بنشجع فيه الكبار والصغار بيحبوه، بنات أو ولاد بيحبوه. يلا بينا نشوف المكان. برافو عليك يا صحابي، فعلا أجالكم ملعب كرة القدم. الملعب بتاعنا كلنا بنحبه وكلنا بنحب نلعب كرة القدم، بس هقول لكم معلومة عنه بسرعة جدا. طول الملعب 100 متر أو 105 متر، وعرضه من 64 متر ل 68 متر. الفريق بيتقسم ل11 لاعب، كل فريق فيه 11 لاعب لأن هما بيلعبوا فريقين. الفريق بتاعنا لازم يلبس تيشيرت موحد لنا كلنا، وده اللي بيكون جوه نص الملعب كله، والفريق التاني برضه 11 لاعب بيلعب النص التاني من الملعب كله، إلا واحد بس بيكون لابس تيشيرت مختلف ومبيبقاش في نص الملعب. تعرفوا هو مين؟ برافو عليكم، حارس المرمى. حارس المرمى الوحيد اللي بيلبس لون مختلف عن لون التيشيرتات بتاعة الفريق بتاعه، هو بيقف عند المرمى بتاعه، ما بينزلش الملعب، والوحيد اللي بيمسك الكرة بإيده، فيش حد تاني من اللعيبة بيمسك الكرة بإيده، بتتلعب الكرة بالرجل، حدش ممنوع خالص القوانين بتاعتنا ان احنا نمسك الكرة بإيدينا الا في حالة واحدة بس، لو طلعت ركنية طبعا. وعندنا 4 حكام، 2 الاول والتاني هما حكمين الراية، بيكونوا برا خط الملعب عشان يشوفوا التسلل ولو في حصل شجار بين اللعيبة ويشوفوا الركنيات. اما الحكم الاساسي اللي معنا في الماتش وفي اي ماتش، الحكم الاساسي بيبقى في نص الملعب، ده حكم اللي بيحكم كل الماتش من اول لاخر، التايم، ضربه الجزاء، كل حاجه جوه الماتش. وكمان الحكم ده بيبقى معاه كارتين، كارت لونه اصفر وكارت لونه احمر. كارت الاصفر معانا هو كارت الانذار، ده بتاخده مرتين لو عملت حاجه ضد القوانين اللي هي موجوده في كره القدم. طب الكارت الاحمر ده بيكون طرد، للاسف بتطرد بره الملعب في الماتش ده والماتش اللي بعده. واخر حاجه معانا النهارده فزوره صغيره، اتمنى ان كل اصحابي يخشوا على وينجي ويجاوبوا لي على الفزوره دي، هستناكم. فزورتنا بتقول: ما هو اسم الفريق ده؟ تاني، ما هو اسم الفريق ده؟ كلنا نجاوب على وينجي، هستنى اجابتكم. باي.